صباح النور كده لي لاباس عليكم، مش كتعاودوا كل شيء بخير؟ المهم اليوم خصكم صباحه صايمه. انا شاده الشد اختي، لا رحيت غنعجن على البنات، لقيتوني درت هكايا زيت فوق راسي حتى غادي نعجن. اليوم صايمه تنتوما، بغيت نفكركم البنات اللي باقي ما صاموش، عندهم شي ايام خصهم يصومهم. اش كتسناي اختي؟ اش كتسناي؟ اش كتسناي؟ حيت الله سبحانه وتعالى كيسر لينا وكيسهل علينا كيحن لينا في رمضان، يعني ملي يفوت رمضان خصنا نصومو. ماشي كاينين شي بزاف البنات كنعرفهم والله ما كيصوموش، كيقولوا صافي زعما راه ما عرفش كيحسبوش زعما راه حق ديالهم. لا راه غير الله سبحانه وتعالى كييسر لنا في رمضان على شرط ان من يفوت نصومو. هادشي اللي كاين. المهم مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. غنفطر اليوم في الخدمه ولقيتوني كنفكر كنقول شنو غندير شنو غندير معايا. كتعرفوا ملي كتكونوا مع الصيام كتبقاو كتشهاو، خصوصا المسيمنات وداكشي المعمر. اليوم داكشي اللي غندير مسيمنات، غنعمرهم بخضيره، نخلط الخضره وندير معاهم شويه دجاج وندخلهم الفران، غنديرهم غير صغيورين وصافي. نشوف شنو غندي معايا حيت كيأذن مع السبعه، يعني تلقاني في خدمه ونخربق شي حاجه نديها معايا. مشى هي تاع التورطيه، ما عرفتش ملي كنصوم كنتشهاها، كتبقى تشهى شي حوايج غريبين في الايامات العاديه كاع ما كيطيحوا لكم في بالكم. والمهم هادشي اللي كاين. لقيتوني الصباح راني فاقت وتسحرت قبل من الفجر، وصوت الامير وعبدو الفطور ديالو عرفتو كيأذن، يعني مع حتى الصباح وصلينا ورجعت. انا ما نعستش، بقيت شاده غير التليفون وصافي. دابا غسلت وجهي وجيت غنعجن. يلا نبداو الفيديو ديالنا. ايوا شفتوا اختكم مسكينه مول فاطمه صوب الفطور هو الاول، باش كتولي عندي واحد الطاقه. دابا صباحه طافيه. المهم غناخذ دابا الفور سورفينو، ندير شويه شويه سميده. ماشي مشكل، قلت ندوز معكم هذا الصباح جالسه جالسه نقضي حاجه، نديرو شويه الفينو شويه الفورس. المهم انا كندير غير عيني ميزاني، مثلا ثلاثه ثلاثه هادي صغيره. عندي نفس الملخاوي داك اللي جبنا معنا من فاس ديال المقله، ولكن انا تشهيته معمر. كتسمعوني اختي؟ كتسمعوني؟ ما عنديش صوت، الجهد ما كاينش صراحه. لا صباح بخير، كنضحك معكم، عا كنضحك معكم اختي نشجعكم. غير سبحان الله ملي كتصبحي صايمه كتقول لي غتجيني السخفه غتجيني الدوخه، ما يجيك حتى حاجه. الصيام راه مزيان والله الا الصيام مزيان، كينقينا الذات ديالنا من السموم ومن كلشي. واحد البنات سولوني على هادو، راه كنت خديتهم غير من السوق، قلت ماما كانت جابتهم ب7 دراهم هكاك 8 دراهم. صراحه زوينه، شحال من عام وما عندي. زوينه سير اليكس، هيا نزل سير. أليكس بغي يدخل هنايا. لا لا صافي اسمح لي اسمح لي، جريت عليه ما خصكش تقيسي. ندير شويه الخمارة. مالك؟ صافي صافي خويا صافي، ما نعاودوش اخويا ما نعاودوش. خصني شويه ديال السنيده. نديرو غير شويه ديال السنيده، ملعقه صغيره، والملحه ملحه سنيده، شويه ديال خماره ديال الحلوه، ومعلقه صغيره ديال الملحه. صافي غنعجن بلا دافي. العجان البنات واخا كنجاوبكم، كاينين شي بنات باقيين كيسولوني كرابس. ها هي خديتها شحال هذه؟ الثمن ما عرفتش، كيسولوني على الثمن ما عرفتش، حيت شحال من عام يعني شوف ما شفت راه تهرست وباقا ملصقه، ولكن كتعجن مزيان. كاين دابا العجنات يعني كاين من انواع واشكال. دابا غنخلي العجينه تعجن وغنمشي نجبد الخضيره هكا ونقيها، ماشي يلا نوجدها. ناخذ فليفله، ناخذ وحده خضراء جوج حمراء حتى صغيره، حمراء صغيره نزيدو بها ها هي حمراء كبيره كتجي زوينه هذه الحمراء حتى هي. ناخذ كيزو والقرعه خضراء، قرعه خضراء وجوج حبات، جوج حبات ديال الخيزو.
لقيت هنا واحد نص حبه ديال الفلفله حمراء والصفراء هي غنديرها نقص حبه من هذا الحمراء صافي ونديروا البصله وربيع ربيع حتى هو عندي هنايا هذا الخس كنديروا في هذا لي ساشي اولا في بواطه كيبقى مزيان ناخذ الربيع راه مكسور دابا غندير واحد جوج معلقات ديال زيت بلديه وغنزيد ثاني نخليها تدلك هذه الخضره اللي غنحتاج مهم بصله فلفله الوان وقرعه خضراء وخيزو صافي بطبيعه الحال الربيع من الاحسن يكون هكا طري يعني ماشي في كونجيلاتور يكون باقي طري العجينه رد الكاس مزيان غندير شويه ديال زيت بلديه هنايا صافي نغطيها ونخليها ترتاح الا بغيتوا العجينه ديال المسمن يجيكم زوين خاص العجينه تكون فريمون مدلوكه مزيان خليوها حتى تسدلك وعاودوا ثاني خليوها ترتاح صافي دابا غنغطيها المهم باش تقطعوا بيديكم صراحه كتجي مكعبات زوينه ولكن الاشواغ حتى هو كيهنيكم هكا قطعت صدير هكايا ديال الدجاج كان عندي في كونجيلاتور الربيع خليته بوحدو حتى نخليه حتى الاخر وهذه هي الخضيره كامله خديت هنا مقله باش غنبدا نشحر كلشي درت واحد هكا طريف ديال الزبده غنزيد هنا واحد جوج دريسات ديال الثومه ونخليهم يتشحروا مع هاد الزبيده غير واحد شويه عاد نزيد الدجاج بغيتو ديروا الثومه بودره ديروها صافي غنزيدو دابا السكر ديال الدجاج اللي قطعنا ديروا الدجاج اولا لادان هذا لادان ديال البنات ماشي الدجاج معرفتش واش كنقول ايه الدجاج الصدر ديال الدجاج كيكون شويه فتيح احسن من اللادان ولكن الا ما كانش كنعوضوه به هو غني بالبروتينات دابا غنزيد هاد البصيله والخضيره وعاد ندير العطريه ونخلي كلشي يتشحر مزيان حتى تنشف فريمون تنشف ليا البقيله ديالي درت كميه كبيره ولكن مازال غتشحر كيبغيو البصله الناس اللي ما كيبغوش يديروا الخضره يديروا البصله والربيع والدجاج اولا الكفته ولكن حنا كنبغيو دائما نزيدو هكايا خضيره الوسط باش يجيو غنيين وصحيين اكثر غنخلط كلشي بالنسبه للعطريه درت هنايا الملحه معلقه صغيره ما كاملاش ديال الملحه البزار سكينجبير شويه قزبر يابس اللي بغيتو ومعلقه ديال صغيره ديال الموطارد الموطارد كيجي زوين في هاد الحشوات غنزيد شويه الحار ما بغيتش ندير سودانيه غندير هذا تاباسكو واحد شويه حتى هو حار حار وكثرت والربيع غنخليه حتى الاخر نقدر نزيد شويه دابا وشويه حتى الاخر كتعرفوا الخضره كتطلق الماء حتى الصدر ديال الدجاج كان عندي في الكونجيلاتور كيطلق الماء غنخليه حتى ينشف هذا الشيء مزيان ويتشحر مزيان خليت هذيك الخضيره كتشحر شويه حيت كتطلق الماء خصوصا ملي كديروا في الاشواغ كتقطعوا في الاشواغ كتطلق لكم الماء المهم خليتها تاخذ راحتها شويه على اختي ودزت هنا غنصوب نكور السمنات نخليهم يرتاحوا وغنشعل الفران باش يسخن باش نبدا لي صوبتها نطيبها بسم الله يقولوا لي البنات نتوما ديجا مشاركه معكم هاد السمنات غير دابا الا بغيتوا كل مره نبقى نشارك معكم حاجه نتفكروا اختي اجواء رمضان الله الا اجواء رمضان عندي اليوم في الدار واخا خدامه ماشي مشكل قد نقضي غرض الصباح انا غنديرهم صغيرين شويه على هاد القياس نتوما ديروا القياس اللي بغيتوا ايوا قولوا لي نتوما شنو كتبغيو شنو الشهيوات اللي ضروري عندكم في المائده الرمضانيه بحال دابا حنايا ما كنديروش حريره بزاف بحال دابا العام اللي فات يمكن ما درتهاش عبدو ما عندوش مع الحريره انا كتعجبني ولكن ماشي يوميا كتعجبني بلا رمضان في رمضان ما كنبغيش دارنا ضروري ماما كدير مسكينه حريره يوميا بحال دابا حنا في الفطور خاصنا طويجين اما يكون طويجين اولا الحوت اولا مقيله بحال هكا شي حاجه اللي غتغمسي فيها ضروري بعد مرات كنديروا اكثر زعما اكثر مع الخدمه ما كاينش الوقت وداكشي الا حصلنا كيكون دائما عندي الكروفيت كندير مقيله ديال الكروفيت صافي مع المملحات بطبيعه الحال المملحات ضروري عبدو كيبقى يوقد ليا شويه عبدو شنو غنديروا اليوم شنو بغيتي اليوم لا ماشي مشكل اللي بغيتي شنو هي اللي بغيتي انت ما تشهيتي والو شويه زعما راه سهلها عليا وعطاني خدمه مثلا كيبغي بالريوات ديال هكا 50 ناس من هنا فهمتوا ما يبغيش حاجه وحده
انا كنقول التبذير لا ماشي زعما تقريم، ولكن باش حنا ما نخلطوش تاع لا صحيا ما تخلطيش. درتي طويجين اولا مقيله حطي معاه مملحه وحده صافي، مع شي شوربه او الحريره صافي، ودوك المخيمرات داكشي كيبقاو للسحور بحال غتفطري مخيمرات اولا بغرير اولا مسمنات اولا بطبوط، هداكشي كيبقى واخا كنحطو في الفطور ما كيتكالش كيبقى للسحور. الحشوه ديالي هيا نشفات، بانت لي ناشفه شويه، مخاصه شويه ديال الليدان، غنزيد فيها شويه ديال الزيت بلديه باش ما يجيونيش هكا المسمنات ديالنا ناشفين تاني. المهم واحد الكميه نتوما اللي بغيتو، حيت الحشوه كثيره وانا درت غير معلقه ديال الزبده، غندير كميه ديال الربيع يكون كيجي زوين في هاد الحشوات. العجينه هيا كترتاح هنايا، خليت حتى الحشوه تبرد وغنمشي نصاوب الطورطيه اللي قلت لكم تشهيت. المهم غندير غير بيضه تقله نديرها مكعبات، وتنبغي نمشي ونزيد عليها البيض. انا قطعت البطاطا هكا مربعات صغارين ودرت المقيله غير مقيله صغيره تسخن باش نشوفوا السخنات، وغنقلي هاد البيضه السخنات نديرها بالبقره القاده نخليها حتى تقله ونكمل معاكم يعني الربيع والثومه وداكشي. كاين اللي مكيديرش فيها الربيع والثومه كيدير غير بطاطا وبيض، ولكن كتعجبني بالربيع والثومه. صافي دابا غنبداو نشكلو المسمنات ديالنا، غنديرهم هكا على الخامه كيجيوني ساهلين. بسم الله غندير واحد المعلقه هكا مربع الوسط، نحاول نقادو هكا شويه صافي، نسدو عليها من هاد الجهه بحال المسمنه العاديه. هنا غنسد هذا الفوق والتحت، هذا غنقلبو لتحت باش كتجيني مورقه من جوج جوايه صافي، وكنستفهم في اللاطه. انا غنحطهم حدايا حتى الاخر ونستفهم في اللاطه في نوبه نوبه وحده. صراحه هاد الشهيوات كيشدو شويه اليد، ولكن كيجيو لذاذين لا يعلى عليهم، خصوصا المسمن. راه كاينه الورقه كنديرو بريوات كدير شحال من حاجه، ولكن مسمن بجميع انواعه سبحان الله كيجي فن، كتبقى بلاصتو. انا كنعمرهم شويه بسم الله. صافي ملي كدير واحد الكميه كتفتحهم هكا في المقيله في اللاطه اللي غتدخل الفران، وكتبسطهم شويه يعني ما تخليهمش غلاط، غير انا ما كنبغيش نقرصهم هنا باش ما يتسرخاوش، كندير غير بحال هكا غير شويه، كنديرهم صغار من هكا اليوم مع الخدمه كنديرهم شويه موين باش ما يشدوش ليا الايد. صافي على هاد الشكل شفتو، وغنخدم بعدين اخرين وانا ماشي. الفران راه كيسخن كنستنى غير شويه، نتسنى غير يسخن مزيان، صراحه سخون صافي غندخلهم غندهنهم شويه هكا بالزيت صافي ندخلهم. عيط عبدو قال لي شنو كديري، قلت لي كنصاوب السمنات صافي، ويقول لي انا حقي صاوبيه لي بالخليح، قلت لي صافي ماشي مشكل. جاب الله كان باقي عندي مسمن خاوي باقي ما عمرتش كلشي،
ايوا صافي غنصاوب لي المسمنات هادو غنديرهم لي غير في المقله. الفران راه عامر، طابت المسمنات اللاطه الاولى راه طابت وخرجتها ودخلت اللاطه الثانيه. ندير ليها هكا المسمنات تا غنديرو لي خاطر كاين مشكل. عشو دغيا جبت الخليع من الثلاجه بارد. قلت لكم غندير ما في المقله احسن باش هكا نربح الوقت. نزيد واحد الجوجات، شحال درت لي هنا؟ خمسة. ها نتوما اللاطه الاولى راه طيبتها خرجتها ودرت اللاطه الثانيه. المسمنات ديالي البنات هما وجدوا، خرجتهم كاملين من الفران. عرفتي شحال من مره بغيت نذوقهم ما نعاودش ليكم، يا ربي تسمح لي. المهم ما ذقتهمش، غير كنقول اجي نذوقهم. شوف شوف الكميه اللي درت تبارك الله، غندي منها قلت لكم باش نفطر ونخلي منها للدار. باخ شوف شحال خرجت لي، ندير هكا شفتو. وعاد درت ديال الخليع حتى هما جاو مقرمشين وزوينين طيبين، خاص غير لي ذوقهم، خاصهم غير بالراد ديال اتاي. هما ديال الخليع حتى هما وجدوا، حتى هما جاو زوينين مقرمشين غير في المقيله. غندي منهم حتى هما شويه، المهم غندي مسمنات وطورطيه تنصوب بالراد ديال اتاي وصافي. شفتو كي جاو؟ جاو فني. دابا مع صيمه كيبان لك كلشي زوين، كلشي فن اختي، كلشي فن. هنا من بعد ما قليت البطاطا قليتها غير في الزيت، ما درتش ليها الملحه، زدت الملحه البزار شويه ديال الكمون ودرت هنا الربيع والثومه، وكنزيدوا الكميه ديال البيض اللي بغينا. انا درت هذا البيض هذا ديال البط يمكن اللي كنا جبنا معنا، صافي درت غير جوج بيضات. هذه هي الطريقه ديالي انا، كنخلط كلشي وعاد كنديهم المقله. خديت المقله هذه اللي ما كتلصقش ودهنتها غير شويه هكا بالشيته بالزبيطه، صافي غير غتسخن هذا الزيت وغنزيد فيها البطاطا. صافي دابا غنديرو الطورطية ديالنا وغنسرحها. صراحة خاصها شي بيضة ولكن صافي بارك الله، نورمالمون خصو يكون بيض كتر باش كتقبط ليكم البطاطا، ولكن صافي أنا غنديرها هكا وكنقلبوها نخليها واحد الشويه. يا سلام اكله سهله ولكن راه لذيذه كتجي. وهذا هو الفطور اللي غندي معايا، غندي معايا مسمنات. المهم ماشي بوحدي اختي، راه كاينه صاحبتي هي صايمه، المهم صايمه انا وياها. ديت هذه طورطيات شهيتها بزاف، وهاد المسمنات ديت هادو، ديت حتى ديال المقله ديال الخليع. خديت شويه التمر والشريحه والليمونه، صافي غنجمع هادشي، خليته حتى برد وغنجمعو. صافي جمعت كلشي، داكشي خليته تيجي عبدو صوب بريري ديال اتاي الا بغاته هو وامير. وزيت انا فطوري، عرفتي شنو جات هاد الصباح بيخ؟ دابا الوحده ونص دا الصباح، صراحه زوين البنات. غير زعمو زعمو غير زعمو صومو، راه دغيا كيدوز النهار، كيدوز مزيان كيدوز مزيان كيدوز مزيان. كنت كنشوف السيد كيصوب لي الطريق مرتين. المهم قلت لكم طلق عامر اختي ديالتي، صافي دابا دخلت للطريق. دابا انا معاكم، قلت لكم دا الصباح زوين عادي. دابا على الوحده ونص كيف ما قلت لكم، نوصل للخدمه مع الجوج. شحال غتبقى؟ الجوج حتى السبعه ماشي بزاف، دونك دغيا دايز النهار. تانتوما الصباح هكا قضيو في حاجه ديالكم، وجدوا فطوركم، ديروا الميناج ديالكم، شقات الدار. الصباح اليوم ما درت والو الصراحه، الصالون مجموع، صوت غير بيت النعاس داك الجميع الخفيف وصافي، يعني تلاهاو هكا شويه في الشقه على ما يجي الدور ثاني يصليو صلاتكم وارتاحوا شويه. ورا الظهر ارتاحوا شويه حتى يأذن العصر وفيقوا صافي، والنهار داز. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لا يجيني الجوع لا غنسخف ولا، ويلا هنا نوجدوا شويه رمضان بحال هاد الاجواء. ملي كتوجدي دابا كيجيك رمضان ساهل، حتى ديجا جربتي الصوم وداكشي. نمشيو نخدموا، نستقبلوا الناس ونشوفوا الناس. شكرا بزاف للمتتبعات ديالي اللي كيجيو عندنا الخدمه كيقولوها ليا، كنحشم كنحشم بزاف والله. الصراحه العمار هذا، نتوما اللي عمر هذا والله، عرفتي كنشوفهم فرحانين بيا كيقول
لي راه كيعجبني داكشي اللي كدير، كنقول لهم شكرا بزاف. كنحشم ملي كيقول لهم متبعينك صافي، كنتخيل زعما كيشوفوا فيديوهات ديالي داكشي، كنحشم. انا اختي كنبقى داويه ومباشره واحد البنت قالت لي في كومونتير، عرفتي هو اللي كيشوف مباشره قال لك تعرفني، قالت لي وقيله ساكنه حدا انا، اللي كيشوف مباشره كيسحب لي واش انتيا مبعكه ولا متكبره. انا ديما كنقول لكم لا اختي اجيو عندي ودويو معايا، راني ظريفه والله العظيم ظريفه، كنفرح قسما بالله. شكون ما كيفرحش بالناس؟ بالعكس، ما يجي عندك غير اللي بغاك وما يسول فيك غير اللي بغاك. غير انا كنحشم كيف ما ديك النهار عرفتي فاش مشيت، فاش كانوا وقع لي داك المشكل مشيت ديكلاريت في الكوميسارية، قلت لهم انا ما كنعرفش شكون ساكن حدانا. علاش؟ حيت ملي كنكون غادا ما فيهش داك التحكام، ما كنبقاش نشوف الواحد بحال هكا في عيني نبقى نميزو، كنجي حاضر راسي وكنطلع في الطوموبيل حتى حاضر راسي تاني داري هكا. الا بغيت نمشي نسخر والله العظيم نمشي حاضر راسي. ومني كنت صغيره هذيك عاده في بعض المرات كنت حدايا الواحد وما كنشوفوش. عبدو كيقول لي لا، كيقول لي خصك تردي البال، عيني خصهم يبقاو يدورو. دابا انا عيني في الطوموبيل كيدورو، ولكن ملي كنزل كنحشم. اختي بحال بغي يجيني الناس، واقيلا بغي يجيني الناس. يلا حبيباتي بلا ما نطول عليكم، المهم انا غادا في الطريق نبقى غير داويه ثاني حتى نوصل ونشارك معكم اللقطات اثناء العمل. ما بقيت شاركت معكم والو حيت عرفت جاتني لا غريب، ضربني البرد دغيا نيفي دغيا، عرفتي نيوفي تخنقو راسي عيني كلشي بعدا مي كحس براسي مطحتها. المهم خدمت، فطرنا انا والبنت صاحبتي، دوزنا زعما نهار زوين في الخدمه وفطرنا. كنت بغيت نشارك معكم لقطات الساعه صافي، عرفتو الراس تقال عليا، ومني زدت فطرت صافي كملتها، قلت غير تحلو ليا العينين. الساعه صافي عرفتي كلي تخنقت، حلقي هنا كيضرني. المهم غدا ان شاء الله انا ما خداماش، و كنت بغيت نشارك معكم فيديو ولكن نتوما كتشوفوا ما عرفتش. الا صبحت شويه لاباس انا غنشارك معكم فيديو من الصباح حتى العشيه، كيعجبني نصور لكم ملي كنكون في الدار، كنكون على راحتي وبشويه بشويه. ما شفتونيش هانتوما اختي كتشوفوا حالتي صافي، عذروني صراحه ولفت نصور لكم. شوفوا مني كنبقى نصور لكم كل نهار كنولف، حتى انا كتقولوا لي كنعطيكم الطاقه الايجابيه، نتوما كترجعوا لي اختي في التعاليق. والله العظيم كنفرح ملي كنقرا تعاليقكم الزوينه وكنتحمس صافي وكنولفكم بحال شي واحد اللي كتشوفيه دائما كتكون متلوقه معاه، ولكن اون فوا كنحبس واحد السيمانه اولا خمس ايام كتجيني ثقيله وصعيبه باش نبدا ثاني. دائما كتوقع عليا كنكون شنو غنصور باش غنبدا شنو غندير، ولكن ملي كنشارك معكم اليوميات ديالي صافي كنولف. دابا غدا ان شاء الله الا وليت لاباس غنشارك معكم، ما كنتش انتم شفتوني. المهم شكرا بزاف لتعليقاتكم والدعم ديالكم وهادشي اللي درت هاد النهار شاركته معكم مع الصيام داكشي اختي، راه راسي داخل ليها عشان دخلت للدار زعما درت شويه الالوان وداكشي، مع كنت طافيه بالنهار كنت سخفانه، ولكن حسيت براسي عرفت شو جيت دابا غنتكى شويه. غنقول لعبدو عطيني غير دوليبخان، ما عنديش هنا راه عنده واقيلا هو. صافي غنشرب دوليبخان. فطوره درت فيه فطور وعشا بطبيعه الحال وكلشي، صاحبتي تاهي جات فطورها وشاركناهم. قلت لكم غدا ان شاء الله نصبح صايمه، تشهيت حريره غنديرها ان شاء الله، الا درتها نشاركها معاكم. وقيلا ما عمرني شاركت معكم حريره ديالي، حريرتي اختي غدا ان شاء الله باذن الله تشوفوا حريرتي تشموا حريرتي وتذوقوها. نصوب لكم طريقه ماما كنجي زوينه بزاف، يعني العائله كلها كتعجبها. ايوا هادشي اللي كاين حبيباتي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ما نكونش طولت عليكم. شاركت معكم الصباح ديالي، كنت نشارك معكم النهار كامل هكا والوقت ديال الفطور، ولكن خصكم صافي عرفتي لاشيت. المهم اختي كل نهار ورزق هادشي اللي كاين الحمد لله. يتهلاو في راسكم وبسلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى ما نطولش عليكم وما نغبرش وما نشدش الفراش، يا ربي دعوا معايا دعوا معايا في هذا الفيديو باش تبقاو تشوفوني.